بشأن الصراع السياسي في العراق وتدخلات المالكي في عمل حكومة السودان وطلب الأخير الدعم من إيران، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. يعني بعد أن أكد عدد من قادة الإطار التنسيقي عدم رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة، هل يكشف ذلك عن نية الإطار والسوداني الانقلاب على وعود تنصيب الأخير رئيسا للوزراء أستاذ بهاء؟ نعم، تحياتي لحضرتك وإلى مشاهدي قناة طرف الدين. في البداية يعني منذ يعني إقرار الحكومة أو تمرير الحكومة الغير مكتملة في مجلس النواب ونيلها الثقة، التزمت القوى الإطار التنسيقي الصمت المطبق تجاه موضوع إعادة الانتخابات، ولم يرد لي أي مسؤول من قبل يعني من الإطار التنسيقي، مسؤول رفيع كقيادي في أي كتلة من كتل الإطار، بتصريح حول موضوع الانتخابات. وحتى هنالك كثير من التساؤلات طرحت حول نية الإطار التنسيقي إجراء انتخابات. هل الحكومة هذه حكومة بمدة كاملة؟ هل هي حكومة ستكمل ما بدأته يعني 3 سنوات أو 2.5 سنين أو ما بقي منها؟ باعتبار أن الانسياد السياسي أخذ فترة أكثر من 10 أشهر، فكانت هنالك كثير من الأسئلة حول ذلك. لكن الصمت هذا يعني يؤكد بأنه لا نية للإطار التنسيقي لإجراء انتخابات مبكرة، لكن التزام الصمت هذا هو ابتعاد عن إطلاق التصريحات خوفا من استفزاز باقي الكتل السياسية وخصوصا التيار الصدري. مصدر مقرب من رئيس الوزراء أكد أن السوداني طلب الدعم من إيران أثناء زيارته الأخيرة إلى طهران، طلب الدعم ضد تدخلات قادة الإطار بما يخص حكومة محمد الشيع السوداني. هل يكشف أن هناك صراعا داخل الإطار أستاذ بهاء؟ نعم، بالتأكيد هنالك صراع بين يعني أكبر كتلتين، اللي هي يعني بين المالكي، بين دولة القانون، وبين أصابع للحق، باعتبار أنه الكتل أو الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية الإطار التنسيقي تحاول السيطرة على بعض المناصب الحساسة في الدولة، يعني المناصب الأمنية الحساسة، وهذا ما لا يريده المالكي، لأنها قد تقوض بالمستقبل عملية محاولته العودة إلى السلطة، إلى كرسي رئاسة الوزراء في المستقبل، سواء في الانتخابات المقبلة أو حتى في هذه الحكومة إذا ما حصلت متغيرات تؤدي إلى استقالة الحكومة أو فشل الحكومة الحالية. لذلك هنالك كثير من الخلافات اللي موجودة، من ضمنها خلافهم القائم حتى الآن حول منصب جهاز المخابرات، وهنالك نية للفصائل بالاستحواذ على هذا المنصب الحساس، لكن هنالك رفض من قبل المالكي حول كل المناطق أو المناصب الأمنية الحساسة للدولة، أنه لا يريد إبعاد الفصائل المسلحة عنها من أجل أن يحاول تطويعها من أجل خدمته في محاولته لاستعادة كرسي رئاسة الوزراء في المستقبل. الدعم الذي طلبه السوداني من طهران، هل هو بالأساس لمواجهة المالكي، خاصة أن هناك معلومات تتحدث أن المالكي تدخل في موضوع تشكيل الحكومة، وبالتالي هو يتدخل في كل أمور الحكومة محمد الشيع السوداني؟ هو بالاصل يعني منذ بدايه تشكيل الاطار التنسيقي كانت هنالك الكلمه العليا للمالكي على الاطار التنسيقي، فهو فرض محمد الشيع السوداني كشخصيه وفرضها فرضا على باقي الكتل في الاطار التنسيقي. حتى موضوع الخلاف مع التيار الصدري كان يفرض على كثير من الكتل، ومنها كتله الفتح اللي راسها العامري، طريقه التعامل مع التيار الصدري. يعني مثلا التيار الصدري او كتله الفتح ما كانت تريد تشكيل حكومه او المضي بتشكيل حكومه من دون اشراك التيار الصدري، لانها تعلم بان هذه الحكومه ستواجه بضغط شعبي من قبل الصدريين. لكن اصر المالكي على تمرير حكومه محمد الشيع السوداني حتى وان كانت بتشكيله وزاريه غير مكتمله، ومن من الفتره تلك هي وحاول المالكي فرض ارادته على كل قوه الاطار التنسيقي. وبالتالي هذا اللي يحصل الآن هو استمرار لما فعله منذ بداية تكوين الإطار التنسيقي، يعني ومحاولة السوداني الحصول على الدعم من إيران ليس فقط من أجل المالكي، يعني لأنه ما زالت الأمور غير محسومة بين المالكي وبين الفصائل الأخرى، الفصائل المسلحة مثل ما ذكرت لحضرتك، حول الخلافات حول المناصب الحساسة. لذلك حكومة السوداني أو السوداني كشخص لا يريد أن يبدأ مشواره كرئيس وزراء بصراع ما بين قوى الإطار التنسيقي اللي هي الداعم الرئيسي إلى وكانت وراء وصوله إلى كرسي الحكم من أجل المناصب وتعطيل
البرنامج الحكومي الذي اللي وعد به، لكن كل القرائن تشير الى انه الصراع موجود، ومحاوله فرض الاراده سواء من قبل الفصائل المسلحه او من قبل المالكي على السوداني موجوده. لو نعود إلى موضوع الوعود في إجراء انتخابات مبكرة، هناك من يتحدث أن الإطار التنسيقي يريد دورة برلمانية كاملة، وذلك من أجل إحكام سيطرته على العراق. هل تتفق مع ذلك أستاذ بهاء؟ نعم بالتأكيد، بالتأكيد هم بدأوا ب أو رئيس الوزراء بدأ بإقالة العديد من الشخصيات من مناصبهم، كانوا يتسلمون مناصب حساسة في الدولة، وضع الكثير من هم مقربين له بهذه المناصب، وأيضا بدأ بعملية جمع يعني الموالين له وللإطار التنسيقي من أجل إعطائهم هذه المناصب. حتى بعض المناصب أخذت من التيار الصدري إلى أشخاص من ضمن الإطار التنسيقي، وهذا الأمر نلاحظه حتى من الأزمة اللي صارت حول الحكومة السابقة. الآن يحاول الإطار التنسيقي أن يرمي بكل الفشل اللي حصل من 2003 وحتى نهاية فترة الكاظمي، يلقي بكل هذا الفشل إلى حكومة الكاظمي، وبالدليل أنه يعني ملف واحد اللي هو ملف الضرائب تم تسميته بسرقة القرن لتضخيمه، وبنفس الوقت تسليط الضوء على مشاكل حكومة الكاظمي اللي كانت موجودة، وبنفس الوقت يحاول تبرئة ساحة الفصائل المسلحة أو ساحة باقي الحكومات ومن ضمنها المالكي من الفساد الحاصل أو اللي حصل من 2003 وحتى الآن. لذلك هناك نية لتفريغ الدولة من أي أشخاص أو شخصيات لا تتبع للإطار التنسيقي، وبالتالي السيطرة على كل مفاصل الدولة. وهذا يحتاج طبعا إلى وقت، وأكيد هو يفكرون بأن تكون حكومة بأربع سنوات، وهذه الأربع سنوات أعتقد كافية إذا لم يتم إجراء يعني نوع من الحركة من قبل التيار الصدري أو شيء من أجل تعطيل هذا الأمر. أستاذ بهاء، إذا كانت المصادر تؤكد أنه لا نية لإجراء الانتخابات، كيف تتوقع رد زعيم التيار الصدري الذي قبل بالسوداني كحل للأزمة مقابل انتخابات مبكرة؟ هو ليس فقط الانتخابات المبكرة وليس فقط التيار الصدري، التيار الصدري الآن هنالك مهلة، مهلة الميت يوم اللي تنتهي في فبراير في شهر شباط، يعني هي نهاية الفترة اللي ممكن أن اللي منحها التيار الصدري لحكومة السوداني من أجل ما سمي بالإصلاحات في تلك الفترة. لكن هنالك خلافات الآن بين الأكراد والإطار التنسيقي، هنالك خلافات بين المكون السني والإطار التنسيقي أو مع حكومة السوداني. هنالك وعود قطعت ليس فقط الانتخابات المبكرة، هنالك كم هائل من الوعود التي قطعها الإطار التنسيقي لهذه الكتل السياسية من أجل تمرير حكومة السوداني، وبدأ شيئا فشيئا يتنصل عن هذه الوعود. يعني مثلا مع المكون السني هو وافق على حل موضوع إعادة النازحين إلى مناطقهم، وأيضا إعادة كشف مصير المغيبين، لكن الآن المغيبين تحولوا إلى مغدورين والنازحين ما زالوا في مخيمات النزوح في المناطق يعانون الأمرين. أيضا موضوع الأكراد، تقريركم ذكر كم المشاكل الآن العالقة بين حكومة كردستان والحكومة المركزية، وهنالك تنصل من كل الوعود التي قطعت. فالانتخابات المبكرة هي قد تكون واحدة من الوعود التي سينكثها الإطار التنسيقي. عبر سكاي من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.